هاي، ازيكم؟ انا ياسمين، عامله براند اسمه تراثنا. حابه اقول لكم فكره البراند جات لي ازاي. انا سافرت بلاد كتير جوه مصر، بس اكتر بلد اتاثرت بيها هي سيوه، لان هي فعلا من بلاد العجائب جوه مصر، وما فيها حاجات مش موجوده غير في مصر. فيها عيون كبريتيه، فيها عيون ساقعه وعيون سخنه، وفيها بحيرات الملح. بحيرات الملح ليها فوائد كتير جدا جدا الناس ما تعرفهاش، وحابة أعرف الناس لأن أنا اتأثرت بيها. ولما روحت هناك حابة أعرف الناس المنتجات اللي أنا جبتها من هناك وإزاي يستخدموها وإزاي تبقى مفيدة في حياتهم. البحيرات الملحية في سيوة لما بتجف بيطلعوا منها أول طبقة بينحتوها بيعملوا منها أباجورات، وتاني طبقة بيعملوا منها الأملاح الصخرية دي بتتحط في أركان البيت اللي بتشيل الطاقة السلبية اللي في البيت. وفي تالت طبقة دي للسكين كير، دي بيعملوا بيها صنفرة للجسم، وفي دي بينحتوها برضو بتعمل دي صابونة ملح عبارة عن ملح صخري فقط، بتشيل الجلد الميت اللي في الجسم وبتصنفر الجسم كويس حلو قوي، وبتبيضه وبتخليه كأنك نزلتي بالظبط البحيرات الملح في سيوة. وبالنسبة هو الملح بتاع الصنفرة بتاع الجسم ده بحط عليه حبة روايح طبيعية للجسم زي الفل والياسمين والعود والفراولة والأناناس والكوكونت والورد، بيديكي إحساس مختلف جوه الباث. ومن ضمن الأباجورات برضو المميزة الأباجورة دي عبارة عن أباجورة، وفي نفس الوقت ممكن بتشغليها كفواحة، بتحطي عليها الزيوت العطرية من فوق وبتنشر الريحة وفي نفس الوقت بتنشر الملح. بالنسبة للأباجورات دي كلها بتنشر الملح في البيت، وبتشيل الطاقة السلبية اللي في البيت، وبتخلي اللي بتخليك ريلاكسيشن لما بتشغليها، وبتصحي تاني يوم الصبح لو شغلتيها وانت نايمة بالليل المود بتاعك مختلف تماما. الملح الصخري لما الأباجورة بتسخن، لما بتشغليها واللمبة بتشتغل الأباجورة نفسها بتسخن، بتدوب حبة ملح وبيتنشر في البيت كله. بس طبعا الملح الصخري بيفضل زي ما هو، لان ده الاباجوره دي بتفضل طول العمر، لان هي معموله يدويا ومعموله كلها بحاجات هاند ميد وما بيخلص. هو بس جاستن هو بيسخن وبينشر الملح في البيت وبينشر كل الطاقه الايجابيه في البيت وبيشيل كل الايونات السلبيه اللي في البيت. انا كده عرفتكم على كل المنتجات بتاعه البراند بتاعي. لو في اي كومنت، اي اسئله، اي استفسارات، سيبوها لي في الكومنت تحت وانا هرد عليكم على طول. ميرسي.